وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية يطالبان الإدارة الأمريكية بفعل شيء لإيقاف الهجمات الإيرانية لردع إيران من مهاجمة إقليم كردستان بسبب المصالح الأمريكية على مستوى الطاقة وغيرها التي تأتي في إقليم كردستان في ظل ظروف خطيرة للغاية على العالم بأكمله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة. ما الذي ممكن أن يفعله الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل ردع إيران بتقديرك؟ من الواضح تماما بأن شمال العراق والحكومة في إربيل من المهمة جدا لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لديها الكثير من المصالح في هذه البقعة من العراق، وهذه المنطقة في شمال العراق تلعب دورا بالغ الأهمية في وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وكما قال هؤلاء النواب الجمهوريون، فإن الإجراءات العسكرية الإيرانية الأخيرة والتهديد بغزو بري هي أمور تشكل معضلة للمسؤوليين الأمريكيين. وإجابة على سؤالك، ينبغي ألا نستبعد احتمال أن تضغط الولايات المتحدة عسكريا من الكيرجي. قد يكون هناك نقطة يتخذ فيها إجراء فعلي، ويمكن أن نرى مثلا الولايات المتحدة تقوم ببعض الضربات لتستهدف حماية بعض هذه المجموعات من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. من المهم أن ندرك بأن هذا من شأنه أن يصعد كثيرا وسريعا الأمر، بحيث يتحول الأمر إلى فوضى عارمة. نحن دوما نخشى من اندلاع حرب ما بين الولايات المتحدة وإيران، ومن الواضح أن الموقف في شمال العراق يشكل تحذيرا كبيرا من شأنه أن ينزلق بنا إلى موقف يؤدي إلى فوضى عارمة، ليس فقط بحق العراق ولكن أيضا على نطاق أوسع. وبقولي ذلك، فأنا أعتقد بأنه من الواضح بأن إدارة بايدن تركز حاليا بالدرجة الأولى على التنافس بين القوى العظمى من حيث مواجهة روسيا في أوكرانيا، وكذلك الدفاع عن تايوان من الصين. وأعتقد بأن إدارة بايدن ربما تكون حذرة تماما، محاولة التجنب أي خطوات يمكن أن تجر بالولايات المتحدة إلى نزاع آخر على الأراضي العراقية.